جزء آخر من تاريخي وجغرافيتي، حاضرة إمبراطورية أخرى، فاس، مدينة أمي. أردت التجول في الأزقة الضيقة لفاس البالي، المدينة القديمة ولا يتعدى عرض بعضها 50 سنتيمتراً، متاهة فوضاها ظاهرية فقط. للتنزه في فاس عليك أن تستسلم وتنفتح على عنصر المفاجأة. في قلب المدينة يطالعك جامع القرويين الذي يأوي واحدة من أولى الجامعات في العالم. تحت أسطحه الخضراء الزمردية توجد رائعة من روائع العمارة والزخرفة، يمكن أن تتسع ل20,000 مصلٍ. جامع القرويين أحد المراكز الفكرية والروحية الرئيسية للإسلام. تأسست الجامعة في القرن 9 على يد امرأة هي فاطمة الفهرية، التي يقال إنها استثمرت فيها كل ثروتها. المدينة القديمة نظام بيئي هش، وفي سبيل حمايتها صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً. منذ بضع سنوات بدأت المدينة القديمة تنبعث من جديد، فقد رممت صروحها وبيوتها واستعاد سكانها اعتزازهم بالعيش فيها. لقد أنقذت المدينة القديمة، وقد أنقذت تقاليدها أيضاً، كعمل أولئك الدباغين وسط أحواض يرقى بعضها لمئات السنين. عمل شاق ومرهق، والروائح قوية لدرجة أن المدابغ قائمة بعيداً عن الأحياء السكنية. ظهرت الأصباغ الكيماوية مؤخراً، لكنها لم تحل محل الأصباغ الطبيعية المستخرجة من نباتات المغرب أو تربته. يصون أولئك الدباغون ذكر أجمل ما في الحرف التقليدية المغربية، من البوابيج إلى صناعة الجلود حتى سروج الخيل، وصولاً إلى المخطوطات النفيسة. تديم هذه المهارات تراثاً لا يزال حياً حتى اليوم. فاس هي نموذج الحاضرة في المغرب، حتى أن سكانها كانوا يكتفون بأن يقولوا المدينة للإشارة إلى فاس. إنها صورة مصغرة لهوية البلد. در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شمع نزدیک کرد. اين هوية المغرب في النهاية؟